الصحفي عرفات مذابش الذي غيبه الموت الاثنين 13 من نوفمبر 2017. وعرفات جمال الله دل مذابش من موالد 1969 مديرية المنصورية محافظة الحديدة، خبر العمل الصحفي لقرابة 30 عاما، واستهل مشواره في العام 90 مراسلا لصحيفتي الوحدة اليمنية الحكومية والثورية الحزبية، ومن ثم محررا في صحيفة الثوري، مراسل ثان لصحيفة الاتحاد الإماراتية في اليمن، مراسل أول لصحيفة أخبار العرب الإماراتية في اليمن، محرر ورئيس وردية أخبار في الإدارة العامة للأخبار بوكالة الأنباء اليمنية سبأ العام 2002، مراسل لراديو سوا الأمريكي لحوالي عقد زمني منذ 2002، مراسل لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية. في يناير من العام 2004 أسس أول موقع إخباري يمني مستقل هو التغيير نت، عني بقضايا التغيير الديمقراطي وحقوق الإنسان والمرأة. كاتب مساهم في عدد من الصحف اليمنية، وسبق له أن شارك في إعداد تحقيق صحفي لصحيفة نيويورك تايمز عام 2004. ساهم في تأسيس مجلة السياسي العربي الجزائري. كان في مقدمة مؤسسي الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن هود. عضو في نقابة الصحفيين اليمنيين منذ العام 95، وعضو في اتحاد الصحفيين العرب. عين مؤخرا وكيلا مساعدا في وزارة الإعلام لقطاع الصحافة.